عندما غزا الصليبيون جانبا من العالم الإسلامي قبل قرون، سقطت بعض المدن الإسلامية بأرخص الأثمان. على سبيل المثال، يذكر بعض المؤرخين أنه عندما وصل الأمير الصليبي بولدوين الأول مدينة تسمى سميصاط، وهي تقع إلى شمال شرق مدينة حلب في الأناضول، يعني قسم من تركيا الحالية. عندما وصل هناك كان الأمير المسلم السلجوقي الذي يحكم هذه المدينة اسمه بولدق، وهذا عرض على الأمير الصليبي، على هذا الغازي الصليبي، عرض عليه تسليم مفاتيح المدينة من دون قتال في مقابل أن يدفع له 10,000 دينار، يعني بحسابنا اليوم تقريبا 900,000 دينار كويتي، ووضعه وضع هذا المبلغ بعد ذلك في جيبه المبارك. في القرن 7 الهجري نشب صراع بين أخوين، أحدهما السلطان، سلطان مصر الكامل، لاحظ الألقاب الآن بعد، الكامل ناصر الدين محمد، وهذا كان ابن أخ صلاح الدين الأيوبي، كان يحكم مصر. صراعه كان مع أخيه عيسى، فقام هذا السلطان المسلم بمراسلة الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني، يطلب في هذه الرسالة من هذا الإمبراطور الصليبي أن يقدم لنجدته على أن يسلم له مفاتيح مدينة القدس وبيت المقدس، وأن يسلم له كل المدن الشامية التي فتحها صلاح الدين من قبل. وتم هذا الأمر، وهذه الاتفاقية تمت بين الناصر، ناصر الدين، وبين هذا الإمبراطور الصليبي، واستطاع من خلال ذلك أن يحقق لنفسه الملك، ولكن في مقابل أن يسلم بيت المقدس وتلك المدن الإسلامية بأبخس الأثمان لهذا الإمبراطور الصليبي الذي قدم مع 600 فارس فقط في حملة صليبية هزيلة، وحقق لنفسه ولحملته الصليبية ما حقق. ابن الأثير المؤرخ المسلم المعروف يذكر هذه الحادثة بكثير من التوجع والألم في تاريخه، وكيف أن هذا الخبر كان صدمة مذهلة بالنسبة إلى العالم الإسلامي. يقول: وتسلم الفرنج البيت المقدس، واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه، ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه، يسر الله فتحه وعوده إلى المسلمين. في المقابل، في أجواء هذه الخيانة، حاكم دمشق الذي كان أيضا من أقرباء الملك ولكنه كان يخالفه في الموقف، قام وأعلن عن مجلس عزاء كبير عام يعقد في ساحات دمشق من أجل قراءة مجلس عزاء على خسران البيت المقدس، واستدعى أحد أشهر الخطباء في ذلك الزمان وهو سبط بن الجوزي، وطلب منه أن يقرأ العزاء والنعي على خسارة بيت المقدس. وفعلا حضر الآلاف من الناس، وكان بحسب وصف المؤرخين مجلسا مهيبا بالحضور وبكاء وعويل على هذه الخسارة. ومن بين ما
نعى به هذا الخطيب هذه الحادثة أن قرأ قصيدة، أنشأ قصيدة وأنشدها، وكانت قصيدة تائية يعني تنتهي بحرف التاء، وضمنها بيتا من قصيدة دعبل الخزاعي التائية المعروفة، وهو هذا البيت: مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. الأدهى من كل ذلك، تعالوا شوف بعض التبريرات الباردة التي تتضمن استسخافاً للعقول وتوهيناً للدين ومفاهيمه وأسسه، بحيث أن بعض المطبلين في ذلك الزمان لذلك السلطان كيف يبرر هذا الفعل الشنيع التطبيعي الانهزامي الخياني، كيف يبرره بين قوسين بتبريرات شرعية. يقال، يقول عفوا هذا البوق الإعلامي، يقول أن هذا السلطان عندما كتب الاتفاقية مع ذلك الإمبراطور الألماني اشترط عليه أن تقام فيه الجمعة، يعني بيت المقدس لازم تكون فيه صلاة جمعة، ولا يمنع مسلم من زيارته كيف أراد، ولا يؤخذ من زائر مال أصلا، يعني لا يكون في ضريبة مالية. وكان ذلك، لاحظ التعليق، وكان ذلك إن شاء الله تعالى من أكبر مصالح المسلمين وأعظمها مما لا يخفى على ذي بصيرة. وكأنه يقول اشتبون بعد، اشتبون أحسن من كذي، صلاة راح تصلون، زيارة هم تزورون وببلاش بالمجان، ما في شيء في المقابل. إن شنشنة المطبعين وتبريراتهم الباردة هي ذاتها في كل زمان، وهي تبلغ من الوقاحة والاستخفاف بالعقول مداها، مصداقا لقوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهو المنطق ذاته الذي طرح في أجواء حمى التطبيع مع الكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية، وكأن مشكلتنا مع الاحتلال الصهيوني للأرض ولجرائمه خلال كل العقود الماضية كانت مشكلة المنع من إقامة صلاة أو زيارة مسجد. والأخزى من ذلك أن نشهد اليوم في أجواء العدوان الصهيوني الهمجي على غزة، أن نشهد أقلاما وأبواقا عربية تزايد الإعلام الصهيوني في الدفاع عن موقف الكيان الغاصب، وتهاجم المقاومة البطلة ورموزها، وتحملها مسؤولية ما يجري من عدوان متوحش لا يهدأ. وقد كشفت المقاومة الفلسطينية عبر عملياتها في طوفان الأقصى، كشفت أسماء عدد من هذه الأقلام والأبواق العربية المأجورة العميلة للأجهزة المخابراتية المختصة في الكيان اللقيط، بما يؤكد أن هذا الطابور الخامس لا يعمل من وحي قناعات أو شبهات أو سذاجة، بل من منطلق الخيانة للإسلام وللعروبة وللأوطان. وصدق إمامنا الحسين عليه السلام إذ قال: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا، يعني على الأقل فكونوا أحراراً في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون. ولكن هيهات لهؤلاء أن يرجعوا إلى ذلك
وقد ولغوا مع الصهاينة في دماء أطفال غزة ونسائها، وسيركبهم الخزي أبدا، ونحن نشهد البطولات المذهلة التي يسطرها رجال المقاومة اليوم، إذ حولوا أرض غزة إلى مقبرة للغزاة.